حرصاً من وزارة الحج والعمرة على التسهيل على قاصد الحرمين الشريفين، تم تطوير تطبيق اعتمرنا بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي. يمكن من خلال التطبيق استخراج التصاريح اللازمة للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الزيارة أو الصلاة في الروضة الشريفة بكل يسر وسهولة. وللاستفادة من تطبيق اعتمرنا يجب أن يكون المستفيد مسجلاً مسبقاً في تطبيق توكلنا. يتم التسجيل بتطبيق اعتمرنا لطالب التصريح ومن يرغب من المرافقين، شريطة أن يكون لكل مرافق حساب مستقل ومفعل في تطبيق توكلنا. يتم من خلال تطبيق اعتمرنا تحديد نوع التصريح والتاريخ والوقت ومركز التجمع أو النقل، بالإضافة للخدمات الاختيارية المتاحة. يتم تحقق آلية من الحالة الصحية لطالب التصريح عبر تطبيق توكلنا، وفي حال سلامته يتم إصدار التصريح. بعدها يمكن للمعتمر التوجه لأحد مراكز النقل أو مراكز التجمع، وذلك حسب الموعد المحدد في التصريح، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، ليتم بعدها التوجه للمسجد الحرام في مجموعات منظمة. يمكن تحميل تطبيق اعتمرنا عبر متجر أبل ستور أو متجر جوجل بلاي. تطبيق اعتمرنا، بالطواف تباركنا، وبالسعي ارتوينا.